وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مصابيح هدى وشراعة هداية، امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. بما ان احنا خصصنا عدة فيديوهات، الاغلبية من فيديوهات هو في كشف حقيقة هذا الزمن، احلاس ساءت الامور، حتى ان اغلب الناس ميالة الى الانتحار وعافت رغم المال عنده والسلطان عنده والناشئين والناشئين وما ليهم اللي يعانيهم. انت وكموكش انت ناقص وفارغ، ما لم احتجت الى ناشئ، ولهذا ما مفضوح يعني العياذ بالله، ما خدش منك وما اوطاش منك، وانت سمج وانت قدر. ودائما نقول لي الذوق يتدنى حتى يولي عكسي، وقت يؤذى من كان باتصال بهذا الفن الكفن والعياذ بالله. وهذا علاش الأمم الكل قاعدة دائما تمشي تنزلق نحو ظلمات من أكثر ظلمة كل لحظة، وما ينتقل من مستوى ظلمة إلى مستوى أدنى منه، وهذا شيء ولا أكبر منه كما تحب. المفيد هذا يبين اللي قرب قرب نزول سيدنا عيسى عليه السلام، وإذا كان صح الحديث المختص بالمهدي المنتظر، كذلك ظهوره قد دنا منا. نسأل الله أن يعجل لنا بذلك بالنبأين الكريمين، وقت يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن النصر يبدأ بالخطوة الأولى، هو المهدي إن صح الحديث شأني عليه رضوان الله. وعيسى عليه السلام يتمم مشواره ويفرض الجزية على الكنائس وبني صهيون إن بقي لهم بقية، واللي الأرض يعمه الأمن والأمان ورغد العيش، وتولي الناس كأنها عايشة بالجنة الأرضية. هذا ما وعد به ربنا على لسان القرآن ولسان سيدنا عيسى عليه السلام ولسان نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي من كفانا مؤونة في شأن البحث عن خصال سيدنا عيسى حين يأتي من جديد. والسلام.